قال لي انه عنده وضع، قال لي احمد وين انت حق عند المستوى القديم توي ماشي ما في احد له. قال لي بالله عليك لازم ترى ترجع الحين وتسكر الريموت يقفل الكراج يقول يقول سكرتي ما جاء والموظفين حتى وانتم مشوا والهويا وما ادري شنو الاخر. قلت له يا الموظفين على البحر يتهدون منك لازم ترجع تقفل الدنيا الاعمى. وراح تقفل الدنيا رجعت الحين وقفل الكراج قفل الريموت الاخر ومشي. وكلم كوني وصلت صوره انه قام قفل صوره sa dati, yung 20 namin na 8 to 5:30.